إذا للوقوف عند النفوذ الإيراني في العراق ممثلا في الميليشيات الولائية بعد اجتماعها الأخير في طهران، وأيضا هناك بوادر خلافات وصراعات بين الميليشيات في العراق. ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني نبدأ من إيران، حيث دار قبل أيام اجتماع ضم زعماء ميليشيات ولائية من العراق وأيضا من دول أخرى، ولكن السؤال الذي يطرح، يعني ما هو دلالة الإعلان عن تنظيم هذا الاجتماع في إيران حصرا؟ لماذا إيران؟ السلام عليكم، تحية طيبة لحضرتك سيد الكريم وجميع مشاهديكم الكرام. إيران تدير المشهد بالعراق والمنطقة من خلال أذرع سياسية وخلال أذرع عسكرية. الاجتماع الأخير نعم كان هنالك حضور لما يسمى محور المقاومة، فصائل قادة الفصائل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، وقسم من الفصائل الفلسطينية أيضا، بعض القيادات حضرت انضمت لهذا الاجتماع لبحث قضايا تتعلق بالجانب العسكري الذي يخص إيران. إيران اليوم يعني رعت هذا الاجتماع هو للحفاظ على هذه الهيكلية، لمنع الصراعات والصدامات. كما تعلمون حضراتكم يعني هنالك في الآونة الأخيرة صراعات ظهرت إلى السطح بين الفصائل المسلحة. الاجتماع أسفر أيضا عن انسحاب، شاهدنا أنه احنا نتائج الاجتماع كان انسحاب لفصائل عصائب من سوريا من مطار محيط مطار حلب ومن ألبو كمال، وتوجههم إلى معسكر أشرف، لأن هنالك خلاف كان ما بين النجباء وما بين العصائب واتهامات متبادلة. النجباء كانت تتهم العصائب بأنها هي من تمرر معلومات، يعني حتى الآونة الأخيرة في سوريا العصائب كانت تمنع من الحضور إلى اجتماعات تحضرها قادة في الحرس الثوري الإيراني. طيب. زيارات قاآني أصبحت أيضا تحرج الجانب الحكومي العراقي، لذلك جرى هذا الاجتماع في طهران لتنسيق العمل العسكري ومنع الصراعات، وهذه هي النتائج. يعني شاهدنا النتائج هو إعطاء أوامر بخفض التصعيد في العراق. طيب، في هذه النقطة حتى أقف عندها أستاذ أحمد، مخرجات اجتماعات الميليشيات في طهران أكدت كما تفضلتم قبل لحظات هو وقف التصعيد ضد المصالح الأمريكية في العراق في الوقت الراهن، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، من أين تنبع هذه المواقف بعدم التصعيد ضد الولايات المتحدة، خاصة أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وأيضا فالح الفياض ومن قبلهم الكثير يقولون بأن القرار هو عراقي بحت ولا وجود للتدخلات الإيرانية، إيران فقط ساعدتنا في طرد تنظيم داعش؟ سيد الكريم، هذا الكلام غير صحيح. يعني السيد السوداني، احنا لاحظنا أنه زيارة السيد بلينكن للعراق وزير الخارجية الأمريكي، ويذهب السيد السوداني يحمل رسالة إلى الجانب الإيراني. العراق كان وسيط لإدارة مفاوضات ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، وأسفرت هذه المفاوضات عن الإفراج عن الأموال 10 مليارات دولار، وذهبت إلى الجانب الإيراني. إيران كانت تضرب، إيران استغلت قضية غزة والقضية، يعني هي عمليات إيران قبل غزة، قبل طوفان الأقصى كانت المقاومة الإسلامية، تقدرون ترجعون حضراتكم للتواريخ وتشوفون العمليات التي كانت تقوم بها. عندما بدأ الخنق الاقتصادي على إيران في العراق، بادرت إيران إلى استعمال فصائل لضرب القواعد الأمريكية. إيران تدير العملية العسكرية في العراق بوجهين، وجه فصائل تتبع الحشد الشعبي، هذه لم تعلن عن أنه الدخول في مواجهات مع الأمريكان، وفصائل أخرى تدعي أنه خارج الحشد الشعبي، خارج مؤسسة الحشد الشعبي، تضرب الجانب الأمريكي. فإيران كانت تضرب الأمريكان والجانب الأمريكي للحصول على الدولار، للحصول، وهذه هي صفقة رابحة، تمت العملية بنجاح بمباركة، وكان العراق هو وسيط ودولة خليجية أيضا أخرى حدث بها اجتماع، وهذا ما تسرب إنه كان واضح. لذلك وقفت العمليات، نشاهد اليوم فقط عمليات بالتليجرام، يعني كانت هنالك البارحة آخر عمليات للمقاومة الإسلامية، ضربت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وزارة الدفاع الاحتلال الإسرائيلي كانت في التليجرام. يعني طيب أستاذ أحمد، وقف التصعيد ضد المصالح الأمريكية، هل للعراق مصلحة في ذلك أم أن المصلحة الأكبر تصب في صالح إيران؟ سيد الكريم، المصالح هي اليوم تصب للجانب الإيراني. العراق اليوم
يعاني من كثير من المشاكل والضائقات المالية والعقوبات. وهذه الأحزاب سواء الأحزاب المشاركة بالسلطة أو الأحزاب أيضا المعارضة كلها تسعى إلى تحقيق مصالح إيران. لا يوجد أي حزب في العراق اليوم يسعى إلى تحقيق مصالح العراق، الجميع يعمل على حساب مصالح المواطن العراقي. لذلك ممكن أنه بالمستقبل أيضا إيران تمارس نفس الدور للحصول على الدولار على حساب المواطن العراقي. حتى إحنا يعني إحنا هذا المبلغ جدا كبير، العراق هو اتفق السيد السوداني مع إيران بتسليم نفط خام مقابل الكهرباء، وهذه اتفاقية تم توقيعها. يعني حتى إحنا كمراقبين ومتابعين للشأن السياسي لا نعلم، العراق غير مديون بذلك. العراق هذه المرة السادسة يسلم للعراق أموال من أموال الشعب العراقي، ولم يطلع أحد من العراقيين أو حتى السياسيين المشاركين بالعملية السياسية لا يعلمون أنه كم نحن مديونون إلى الجانب الإيراني وكم يجب علينا أن ندفع. دفعنا لهم آخر شيء من قانون الأمن الغذائي أيضا دفعنا لهم. يعني إحنا كل فترة تحدث هنالك الصراعات ما بين الجانب الأمريكي والإيراني في المنطقة، والعراق يدفع الفاتورة بالدولار. طيب أستاذ أحمد، الميليشيات أعلنت رفض الاتفاق بين العراق وتركيا بشأن إنهاء وجود ميليشيا البككة في قضاء سنجار. لماذا ترفض الميليشيات هذا القرار؟ أليس يعني القرار يجب أن يكون نابعا من القائد العام للقوات المسلحة من رئاسة الوزراء؟ يعني ما دخل الميليشيات في مثل هكذا اتفاقات بين دولتين جارتين؟ يعني العراق حاليا الوضع السياسي فيه هش، حكومة بغداد حكومة ضعيفة، هنالك خلافات ما بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان. إيران تستغل هذا الموقف وتركيا تستغل هذا الموقف. إيران اليوم تستغل البككة ومشتقاتها لخلق توازن في سوريا، بالمقابل أنه المعارضة السورية التي ترعاها تركيا. لذلك إيران ترفض أنه يتم طرد البككة من العراق. أغلب قيادات البككة المطلوبة إلى الجانب التركي موجودة حاليا في السليمانية وتحت حماية الحرس الثوري الإيراني، وأموالهم تدفع من خزينة العراق، وحتى مقراتهم هي تابعة لمقرات الحشد الشعبي، وهيئة الحشد الشعبي تدفع رئيس الوزراء. لذلك حتى هذا الاتفاق ليس له قيمة إن لم يكن هنالك تطبيق على أرض الواقع. إيران ترفض تطبيق هكذا قرارات. إيران تريد العراق أن يكون هنالك صراع، ساحة للصراع، وتستعمل هذه الأوراق، تستعمل اليوم حزب البككة للضغط على تركيا في منطقة شرق الفرات. نعم. لذلك هذا هو الحقيقة التي لا يستطيع رئيس الوزراء مواجهتها. لو نفتح صفحة الخلافات الداخلية، بعض الميليشيات من بينها ميليشيا العصائب وحزب الله طالبت بإقالة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من منصبه، بينما أكد فالح الفياض على أنه لن يترك منصبه لإرضاء أحد. أستاذ أحمد، من خلال هذه المواقف هل نحن أمام إرهاصات، فصل جديد من فصول الصراع بين قادة الميليشيات على منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي؟ نعم، مثلما هنالك خلاف سياسي، نشاهد أنه اليوم لأحزاب هنالك خلاف سياسي، كل حزب يريد أن يزيح حزب آخر ويحصل على المناصب، أيضا هنالك صراع داخل الفصائل، لكن صراع ليس الصراع يصل إلى مستوى يعني الاشتباكات المسلحة، لكن إلى مستوى أنه إزاحة رئيس هيئة الحشد الشعبي لصالح جهة أخرى. طبعا والعصائب تريد السيطرة مثل ما سيطرت على الأجهزة الأمنية المخابرات، وحزب الله يعني سيطر على الأمن الوطني، يريد أن يسيطر على هيئة الحشد الشعبي. فالح الفياض هو يدفع حزب الدعوة. طبعا هذا الصراع قديم ليس اليوم. الاطلاعات فالح الفياض مرتبط بالاطلاعات الإيرانية، لذلك الاطلاعات الإيرانية لا تريد أنه فالح الفياض أن يستقيل. فالح الفياض أيضا قانونيا هو تجاوز السن القانوني ويجب أن يحال إلى التقاعد، لكن إيران متمسكة به. إيران تدير العراق أيضا من جهتين، جهة الحرس الثوري الإيراني وجهة وزارة الاطلاعات الإيرانية. هنالك سياسيين مرتبطين بوزارة الاطلاعات الإيرانية ومنهم فالح الفياض طبعا، وهذا الشيء ممكن أنه يعني لاحظ الاجتماعات التي عقدت بالعراق وحضرها فالح الفياض
كانت اجتماعات تخص وزارة الاطلاعات الإيرانية والسفير الأمريكي والسفير الإيراني، نعم وهنالك صراع أيضا داخل المؤسسات، داخل مؤسسة الاتحاد الشعبي للحصول على مناصب إضافية. لو فتحنا نافذة التوقعات أستاذ أحمد، من وجهة نظركم الشخصية، يعني هذه الخلافات الداخلية بين الميليشيات، إلى أين يمكن أن يصل هذا الصراع؟ ما الذي تتوقعه؟ الصراع سوف يؤدي إلى يعني ظهور طبقة أخرى من الشباب، طبعا وهذا شباب هو ولائي تابع إلى الحرس الثوري الإيراني، سوف يتغلغل بالمؤسسة الأمنية طبعا، وهم عندهم هذا يعني أحد الأهداف الرئيسية اللي هو إنهاء أي سيطرة للجيش والقوى الأمنية ووزارة الداخلية وسيطرة الحشد الشعبي بالكامل، وهذا هو الصراع يعني الدائر بالوقت الحالي. لذلك احنا نشوف كثير من الفصائل هي اليوم يعني تحارب المواطن العراقي على قطع الأراضي وعلى المناصب، واليوم لديها حصانة حتى من القانون، يعني حتى القضاء اليوم لا يستطيع مواجهة هذه الفصائل التي تدعي انتسابها إلى هيئة الحشد الشعبي، وهذا هو الصراع. لكن بالمرحلة القادمة قد يكون هنا قد يتوسع الصراع بشكل أكبر فيما لا دخل التيار الصدري إلى العملية السياسية، يعني سوف يكون هنالك نعم أيضا طرف مسلح داخل العملية السياسية. كما تعلمون التيار الصدري لديه فصائل، لديه أسلحة، لديه جمهور، لذلك الصدام في المرحلة القادمة سوف يكون ما بين فصيل داخل الحشد الشعبي وفصيل خارج الحشد الشعبي. لو يعني أستاذ أحمد، لو تطرقنا إلى موقف حكومة محمد الشياع السوداني، ولو عدنا إلى تصريح الفياض الذي أعلن أنه تنصل من المسؤولية عن استهداف الميليشيات للمصالح الأمريكية، وقال إن منفذيها غير منضويين داخل الحشد الشعبي، إذا كان الأمر كذلك، ألا يجب على الحكومة إنهاء وجود هذه الفصائل التي تستهدف المصالح الأمريكية داخل العراق؟ سيد الكريم، أيضا هذا توجيه إيران. إيران إحنا شاهدنا أنه حتى المرشد الأعلى تكلم أنه الفصائل في العراق هي تتصرف من تلقاء نفسها، وإيران هنالك أطراف أربع فصائل تتبع إلى إيران، تستعملها إيران لضرب الأمريكان، وليس جميع الفصائل من عندها، كتاب سيد الشهداء، كتاب حزب الله، كتاب أوفياء الله الأوفياء. يعني هذه الفصائل هي التي تستعملها إيران لضرب، والنجباء أيضا تستعملها لضرب الأمريكان وليس جميع الفصائل. لذلك تصريحات فالح الفياض هي لإبعاد المسؤولية عن حكومة السيد السوداني، كما تعلمون أن السيد السوداني يريد التوجه إلى واشنطن ويريد مناقشة الهجمات ومناقشة الانسحاب الأمريكي، لذلك يريد أن يرسل رسالة إلى أنه هيئة الحشد الشعبي غير مرتبطة بالهجمات على الجانب الأمريكي، وهذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الفصائل الأربعة تستعمل سيارات حكومية، تستعمل باجات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، تسهيلات تعبر بالسيطرات من خلال هيئة الحشد الشعبي. لذلك هم يريدون أن يبعدون، طبعا يستعملون الإعلام ويستعملون تصريحات لإبعاد التهمة عن هيئة الحشد الشعبي. نعم، عبر سكايب من برلين الكاتب والباحث السياسي أحمد العلواني، شكرا جزيلا لكم.